السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، وفاة وشيكة للعليم. وإلى التفاصيل. حذر قيادي في حكومة صنعاء اليوم السبت السعودية من شن جولة جديدة من الحرب على اليمن، مؤكدا أنها ستنتهي بشروط صنعاء، من بينها تسليم القادة الموالين للرياض، كاشفا عن وفاة وشيكة لرئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي في تدوينة له على إكس: تغريدة قد تثير استغرابكم، ولكن أرجوكم سجلوها للذكريات. هذه المرة إذا دفعونا للحرب فإن أمورا يقدرها الله ستحدث، لن تخطر على بال أحد إلا لما تحدث. مضيفا: بعدها بحول الله وقوته سيتحقق السلام باتفاق من عدة نقاط، بينها تسليم قادة المرتزقة طبقا لمعاهدة الطائف المبرمة في ثلاثينيات القرن الماضي. وختم العزي تغريدته بقوله: طبعا باستثناء العليمي لأن وفاته وشيكة. ولا أدري ماذا يقصد بوفاته وشيكة، لكن لننتظر. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.